هل تعلم أن السينما السودانية عندها أكثر من 100 عام، لكن ليوم الليلة ما في صناعة سينما حقيقية في السودان؟ في يوم من الأيام السودان كان عنده 60 دار عرض في مختلف الولايات، لكن الليلة عندنا 3 دور عرض موجودة فقط في الخطة. يأتي زمان يصبح فيه الحديث عن الأشجار جريمة، لأنه يعني الصمت على جرائم أشد بطشا. شرح وتحليل فيلم الحديث عن الأشجار هو فيلم وثائقي طويل للمخرج وهيب قسم الفعل. أنا كنت بريف أصور الناس في الشوارع، ناس الحكومة، الناس اللي ما مع الحكومة، الحرب، الحفلات. من هذه الساعة أنا إمام ودليل. أنا محمد وحيد، وحلقة جديدة وموسم جديد من العودة الأصل. إذا أول مرة تتابعنا نعرفك بالبرنامج. برنامج العودة الأصل برنامج مهتم بالسينما والدراما بشكل عام ومراجعة الأفلام والمسلسلات بشكل خاص مع التركيز على الأعمال السودانية. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تصلك كل حلقاتنا. ما تنسى تضغط زر اللايك لأنه بيساعدنا فعلا على الاستمرار. وتابع صفحاتنا على السوشيال ميديا، كل الروابط موجودة تحت في وصف الفيديو. في محتوى خاص بينزل على الانستغرام والتيك توك، فتابع حسابات. الأولى نعود مرة أخرى. السينما السودانية، البطل الذي مات. ليه؟ لانه جابوا الافلام المكرره. ايش السبب؟ لا مزوج يعني. يا اخي قول لي السينما شنو؟ نعرف السينما دي بعدين شنو؟ افلام الاكشن جاذبيتها اكبر. يا اخواننا عايزين نشغل سينما الثوره، ودي حارتكم ودي سينمتكم. هلموا هلموا، هذا فيلمكم الذي اخترتوه عشان ما ينفعش فيكم يجيبوا لي فيلم كعب. امنوا المخابرات ليش كنا كويسين. قبل ما نتكلم عن فيلم الحديث عن الأشجار، لازم نقدم مقدمة سريعة ومختصرة عن السينما السودانية كمشاهدة وكصناعة. كمشاهدة، السودان بيمتلك أكثر من 100 عام من السينما، حيث تم عرض أول فيلم عام 1912، وهو فيلم وثائقي زيارة الملك جورج الخامس لمدينة بورسودان، وعرض الفيلم في الأبيض في افتتاح خطسي كحديد الأبيض الخرطوم. السينما دخلت عن طريق المستعمر بالتوثيق للأحداث المهمة، إلى أن تم تأسيس وحدة أفلام السودان عام 1949، واقتصرت على إنتاج الأفلام التسجيلية فقط. بعد الاستغلال تم استغلال السينما من قبل النخبة السياسية، وتم تحويل السينما إلى وسيط إخباري، وتحول من بوق الاستعمار إلى بوق السلطة الحاكمة. وأول فيلم روائي طويل تم إنتاجه عام 1970، وبعدها تولت الأفلام الروائية من قبل عراب السينما السودانية، وهو جاد الله جبارر، قدم لنا أفلام زي تاجوج وبركة أشي. حققت السينما السودانية العديد من الإنجازات في السبعينات والثمانينات في المخرجين زي الطيب مهدي وإبراهيم شداد وسليمان محمد إبراهيم أبطال قصة، وحققوا العديد من الإنجازات وشاركوا في الكثير من المهرجانات، إلى أن تم إيقاف السينما في التسعينات من قبل نظام الإنقاذ بإغلاق مؤسسة الدولة للسينما بقرار سياسي. أما السينما السودانية كصناعة للأسف غير موجود في السودان، ما في صناعة حقيقية بتاعت سينما، كل الأفلام ما هي إلا اجتهادات شخصية لمخرجين ومهتمين بمجال السينما. لكن في المستقبل القريب توقع للسينما السودانية إنها تتطور أكثر وأكثر. الحديث عن تاريخ السينما السودانية طويل جدا ويحتاج لحلقة منفصلة، لكن لازم يكون في تمهيد عشان نقدر نتكلم عن فيلم الحديث عن الأشجار. فيلم الحديث عن الأشجار هو فيلم وثائقي طويل للمخرج صهيب قسم الباري، صدر في فبراير 2019. الفيلم بتناول 4 مخرجين سودانيين قرروا يعملوا عرض سينمائي جماهيري وإعادة تأهيل صالة عرض سينمائية بعد سنوات من إقلاع. فشنو اللي بيحصل؟ المخرجين هم إبراهيم شداد والطيب مهدي وسليمان محمد إبراهيم ومنار الحلو، وهم مؤسسين جماعة الفيلم السوداني تم تأسيسها في فبراير 1989، وهي جمعية غير ربحية هدفها التثقيف السينمائي بالإضافة لأعمال إنتاجية محدودة. الخط الأساسي للفيلم والقصة هو بتناول مسار وحياة 4 مخرجين سودانيين قرروا إنه يعيدوا إحياء دار عرض سينمائية موجودة في أم درمان، وتقديم عروض سينمائية وسط واقع سياسي واجتماعي صعب. تدور أحداث الفيلم في عام 2015 وشهدت انتخابات رئاسية، بالإضافة لمشاهد من أحلامهم في الماضي واستعراض معدات تصوير قديمة وسيناريوهات لم تنفذ في فيلم التمساح لإبراهيم شداد. في نفس اللقطة المخرج بين لقطات من انقلاب 89، وكأنه بيشير للسبب إنه الأحلام دي ما تتنفذ. السيمة العامة والموضوع العام للفيلم مشابه لسيم أفلام السودان المنسية، وهو فيلم وثائقي لنفس المخرج.
في المشهد الإذاعي في إحدى المحطات الإذاعية كان عنوان الحلقة السينما السودانية البطل الذي مات، وردي بلائم شداد عليه قال له إنه البطل في الأفلام بيموت لسببين، إما موت طبيعي أو بيموت فجأة بيقتله الخاين. السينما السودانية ماتت موت فجائي وقتلها الخاين. إذا عايز تعرف السبب أبحث عن الخاين. خضعت السينما في الثمانينات لرقابة من ثلاثة جهات: وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الدينية، ووزارة الداخلية. والحقيقة تم تجسيدها في الفيلم في مشهد تداخل صوت الأذان مع إبراهيم شداد وهو بيقول في خطاب ما قبل العرض التجريبي، وهنا بشير لطبيعة النظام الدينية وليس الدين في حد ذاته. وبرضه في نهاية الفيلم في تقليده للترابي بوصفه للسينما بدار اللهو بأسلوب ساخر. في مشاهد تمثيلية وتم كتابتها في خلط بين الفن والواقع، بالإضافة لإثارة خلفية اليسارية للمخرجين الأربعة نظرا لدراستهم في دول ذات طابع يسار زي سليمان محمد إبراهيم الدرس في موسكو، بالإضافة للفيلم اللي كان بعرضه وهو فيلم أزمنة حديثة لتشارلي تشابلن. والفيلم ده هو فيلم تكلم عن الرأسمالية والعمال وكان بعرضه في أماكن مشية في أطراف الخرطة. والخلط بين الواقع والفن كان في المشهد أثناء عرض الفيلم لما انسحب شاشة العرض بقى تشارلي تشابلن موجود في شاشة العرض والخبز موجود في الواقع، في خلط عظيم جدا بين الواقع والفن. وحلم الجعان عيش كلام ممتين ها؟ ممتين الكلام إنت ما قاعد ساي نظرتك ما الفيلم للبعض محبط ممكن يفتكر إنه ما في أمل. كلمة ما في أمل اتكررت مرتين في بداية الفيلم من إبراهيم شداد وفي نهاية الفيلم من الطيب مهدي بعد رفض العرض، إلا إنه في جملة تانية قالها إبراهيم شداد بتورينا إنه في أمل في مكان ما. نحن في زمن كسر فيه الفشل بالتالي كسر فيه التفاؤل. اليوم الشكر للقوات الأمنية. سلام يسخن العليلة. شنو المطر ده؟ أنا قاعد أقصد القوات الأمنية. خطاب البشير في نهاية الفيلم بعد فوزه في الانتخابات وتقديم الشكر للقوات، لقوات الشرطة وقوات الدعم السريع وقوات الجيش، ومع تداخل صوت فيلم أفريقيا طبل وغابة وثورة. السياسة اقتحمت لنا الفيلم قصبا عنا عشان تورينا من قتل السينما وعشان تشير لنا بأصبع للخائن. الحديث عن الأشجار واحد من أمتع الأفلام اللي استمتع. الله آخر لقطة يا أخي آخر لقطة وقف. ودي كانت حلقتنا من العودة الأصل، بنعتذر إنها بنصور في أن الكهرباء قطعت معاه آخر لقطة وآخر ختام. ودي كانت حلقتنا من العودة الأصل. ما تنسى تعمل لايك واشترك في القناة لو ما مشترك، وشوف الظروف اللي إحنا شغالين فيها فدعمنا بزر اللايك وما تبخل. تحياتي محمد وحيد وطاقم العمل. سلام.